متابعتنا مع حضراتكم الفعاليات المحور المجتمعي، شرفنا انضمام الاستاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. حضرتك يمكن النهارده كنت حاضر فعاليات لجنه الثقافه والهويه الوطنيه، ابرز ما تم مناقشته، ابرز المقترحات اللي حضرتك حضرتها النهارده وشفتها؟ أنا كان يعنيني كهيئة وطنية للإعلام اللي احنا بنتكلم على الحفاظ على التراث، التراث اللي تشكل في اتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ نشأته، وده كان شيء هام بالنسبة لنا. احنا بنواجه كان صعوبات في عمليات النقل، بالذات الحاجات الهندسية، عشان طبعا ما بقاش فيه الوسائل زي اللي كانت موجودة زمان لنقل الواحد بوصة أو الفيديو كاسيت أو الكلام اللي زي ده، واحنا عندنا عدد ساعات يفوق 1,200,000 ساعة. طبعا انتهينا من المواد الإذاعية الحمد لله بنسبة كبيرة جدا، فكان احنا بنتكلم في المقترح الأساسي ده التراث المجتمعي والأسري وتراث الدولة والمحافظة على القيم والهوية منذ النشأة، بالمؤتمرات، بالحفلات، بالمسلسلات، بالبرامج، كل هذه الأشياء. فطبعا كان يعنيني هذا المقترح. طبعا بنتكلم على العودة للقراءة، طبعا كان في منادى زمان عودة للقراءة للجميع، وده اللي احنا تربينا عليه كلنا، لكن للأسف الأجيال الجديدة كلها بالآيتاب والتليفون والكلام ده كله فقدوا الهوية الخاصة بالقراءة، ما بقاش عندهم العلم زي ما احنا كبرنا وتربينا، فلازم نشوف حل للموضوع ده. طبعا على مستوى المحافظات والنجوع لازم يبقى فيه المسارح وعودتها تاني، وده كان مهم جدا للفرق اللي كانت بتشارك زمان وكانت بتعمل حالة من الفن في المحافظات، وده بتشكل وجدان طبعا وقيم مجتمعية، وده اللي تربينا عليه برضه. فكل هذه الأشياء مقترحات لعودتها ولازم نوليها اهتمام، عشان هو ده التراث اللي تربينا عليه ونربي عليه الأجيال زي ما احنا كده. جزئية تانية حسين بيه النهاردة بيتكلموا فيها، وهي الربط بين المؤسسات الحكومية الثقافية والمجتمع الأهلي. حضرتك شايف ان دي حاجة مهمة المفروض ان هي تحصل لزيادة الوعي الثقافي في المجتمع؟ اكيد عملية الوعي والتوعية لازم ترابط كافة المؤسسات سواء الحكومية او المؤسسات الخاصة مع طبعا القيم المجتمعية اللي بنتكلم فيها كأفراد، فده مهم جدا جدا جدا. موضوع الثقافة ده مش موضوع خاص بشخص، ده هم دولة والهوية اللي بتشكل لينا، فلازم ده كله ناخد بالنا منه. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا ونورتنا.